بالنسبة لهذا السوق، سوق الصياغ، يعني سوق صار له عمر، صار له آلاف السنين. يعني هم ممكن مع الأسف بعض أخواننا الصاغة، نحن هم نضع اللوم على جماعتنا الصاغة إن يعرفون هذا السوق. يعني هذا السوق صار له آلاف السنين، سوق الآباء والأجداد. يعني لحم مثل ما أقول لحم كتافكم منه. أنا ناشدكم أخوتي الصياغ، أنا ناشدكم يعني لحم كتافكم من هذا السوق. اما تجي انت تقول لي اليوم اني هذا السوق ما ارجع له، لين ما هو بي كل احد، ما بي خدمات. اخي العزيز انت ما من بعيد، انا احكي حكي عام بين الصياغ، وانا سمعتوه موجود. يجي ايه انا يقول يابا اني راح ارجع السوق، بس خلي يسقفون السوق ونرجع له، هاي السوق تسقف. قال يابا خلي يابا تعال جاء اخي العزيز، قال خلي بس يبلطون هذا، يابا تبلط هذا. قال خلي بس يجيبون ماي، يابا هذا ماي جاء. قال خلي بس وصلون كهرب، يابا هذا كهرباء. يعني ايش تريد؟ قال والله ما بي بشر، يابا نروح نستورد لك بشر من الصومال او من بنغلاديش، خاطر تريد تشتري منك. اخي انت ترجع والرزق على الله سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله. سوق صار له الاف السنين، تتركه انت قاعد تنطي بالمثنى ولا بالزهور ولا سواء بسوق النبي، تنطي ايجارات خوش ومحلك مسدود هنا. يعني هاي مدينتك، اذا انت ما مدينتك قلبك على هاي المدينه وقلبك على هذا السوق، يعني ايش شلون اذا ما انت ترجع ولا خرج ايش نرجع العالم، ايش تجي العالم. صاير اسماعيل عبد الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. من المواطن الفان عبد العزيز صايغ في سوق الصياغ. الناشد اولا الناشد الحكومه المركزيه والمحليه لارجاع واكمال هذا السوق ومناشدتنا عن معاونتنا مع الصياغ هم. يعني الدوله لازم تعاون الصياغ لان هذا السوق تاريخي، عمره قديم، سوق اقتصادي أثري، حركة اقتصادية للمدينة عموما. نطالب من شتى الحكومات محلية ومركزية بإعادة هذا السوق، لأن السوق عمره جدا قديم. أخي صاغ لقاءات مع الحكومة وقلنا لهم حكينا معاهم وقالوا نعم ناشدونا غير ما الناس، يعني ما قصروا، هم عملوا يعني عملوا، بس بعد يعني غاد وقفة ثانية بعد لإرجاع الصياغة. Thank you.
احنا حاليا واقفين بنص سوق الصياغ الرئيسي من بمحافظة نينوى والموصل. هذا السوق اثري وقديم، يعني يرجع تاريخه الى قبل 100 سنه 150 سنه اكثر حسب ما المؤرخين، اكثر حسب ما حكى دكتور مهند، هو هذا مؤرخ يعرف يعني التاريخ مالته. بس مع الاسف جماعتنا ضيعوا الاخضر واليابس، ضيعوا الخيط والاصفر، ما يقبلون يرجعون، لقوا لهم مكان وعافوا يعني. وانا دائما اقول الشخص والمثل هو مقيول، البيغ اللي تشرب منه ماي ما يزرع زيت حجر بينه، لانه هيجي خلفك جماعه يشربون، راح من زيت بينه حجر راح يتعكر. رضوان هاني.